كيف ما كاينين احلام ما كتكملش، كاينين احلام تتحولوا الحقيقه. والفرق بيناتهم بزوج هما الناس اللي تيتيقوا في الحلم وتيشجعوا حتى كيتحول الواقع. وكيف ما البلاد محتاجة الدعم ديالك، وكيف ما المنتخب وصل المونديال بالتشجيع والتحفيز ديالك، حتى انت باش توصل محتاج جمهور يتيق فيك ويشجعك، محتاج تلاقى ناس تيتقاتلوا باش يوصلوا، وناس وصلوا لداكشي اللي كانوا تيحلموا بيه. اخيب احساس هو تحس براسك بوحدك في وجه التحديات اللي كتواجهك، وهذا الاحساس بيديك انك تغيره بخطوه صغيره وفابو، حيت حنايا جمهور ديالنا. مرحبا بيك في اكبر حدث تحفيزي في المغرب باش تسمع تجارب ونصائح وقصص هاد الناس كاملين في القنيطره، في سلا، في الرباط وفي كاسا، باش تقدر تحضر معانا السهله. اكتب تعليق في المدينه اللي بغيتي تحضر فيها وغادي نصيفطوا لك الدعوه ديالك. تهلا.